اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. سؤال من الإمارات يقول: هل استعمال السواك يفطر؟ الجواب: لا يفطر، لا بأس من استعماله، ولا يبلع من آثار السواك شيئا. أحسن الله عليكم. وهذا يسأل عن كثرة الاستياك في نهار رمضان. لا بأس بالاستياك في نهار رمضان، لم يثبت دليل في المنع من، وفي الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. نعم.